بسم الله الرحمن المؤمن المهيمن
والله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز آمنت بالله صدق الله العظيم. Yeah.
नहीं उन पर
ਉੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਤਕਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਮਤਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਵੀ ਮੇਰੇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਥਲ ਥਲੇ ਮੇਰੇ ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ मेरे नबी को बल्ले बल्ले मेरे नबी दी शान बल्ले बल्ले मेरे नबी दी शान बल्ले बल्ले रब सोने ने काली रात सजाई है यादी बादल सारी रचाई रब सोने ने मेरे नबी दी शान बल्ले बल्ले जग सारा ओदी आदत सदके बलदाए हर पासे बंदन दा नगर जल जाए जग सारा ओदी आदत सदके बलदाए हर पासे बंदन दा नगर जल जाए लगियां ने मौजा सारा रसूल अल्लाह
तेरे आए दो जहान ते
कर दे बेड़ा पार सोने हरि ताजदार सोने कुल नू सजा के मैं करा घर नू सजा के मैं करा घर नू सुन घर नू सजा के मैं करा कुल नू सजा के मैं करा तेरा इंतजार सोने ताजदार सोनिया कर दे बेड़ा पार सोनिया आजा किधर मेरे सामने मेरे सोने ताजदार सोनिया तेरे रोज़ देख सोनिया तेरे रोज़ देख सोनिया ताजदार सोनिया कर दे मेरा भाव सोनिया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या Oh,
सदियो मदीने आका करो Yeah.
रूप पर सब कुछ लुटा दिया, जिसने नबी नाम पर सब कुछ लुटा بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المسلمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا
بذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بابا زبلن بڑی السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحابه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ پاک جو محفل پاک ہوئی ختم شریف پڑھا گیا تلاوت قرآن درود و سلام افطاری کا اہتمام کیے گئے اہل خانہ کی طرف سے یا اللہ قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم علیہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول فرما. تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات حضر مفانی سے قبول فرما. حاضرین جائزہ و اقربا خصوصا ان کے والدین فوت ہو گئے سب کی رواج کو پیش کر کے قبول فرما. سب کی قبروں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ اہل خانہ کے جتنے بھی عزیز رشتہ دار ان کے ماتحت کے والد اور ان کے اور دیگر عزیز رشتہ دار جو بھی فوشدہ سب کی رواق و پیش کرتے قبول فرما. سب کی بخشی فرما مغفرت فرما قبروں پر رحمت نازل فرما. جن اس کے بعد سے بہت بنا یا اللہ کے رزق میں برکت عطا فرما کاروبار میں وسعت عطا فرما اور اس کے حلال میں بھی اللہ برکت عطا فرما. دادی دادا کی بخشی فرما مغفرت فرما قبر پر رحمت نازل فرما. نبی پاک علیہ السلام کی پکی سچی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما. ہر قسم کی بدعقیدہ لوگوں سے محفوظ فرما. نبی پاک علیہ السلام کی پکی سچی محبت اور آپ کی غلامی میں ہمیشہ کی اور استقامت عطا فرما. نماز پنجگانا پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و علی آلہ. پڑھی جاؤ بھائی آپ پڑھو بچے پوری ہوگی داڑیاں. پہلے کہہ رہے ہیں پہلے پڑھا اللہ یار پہلے لے یار.